مرحبا. شوي يا اخي طلب انا بس يا بدي اشو مطعم طبخ. رح اتعلم طبخ. طبخ ما شو بدي اتعلم طبخ بال 2019 هلا هالسنه يعني مو بهالسنه السنه الجايه لا هالسنه السنه الجايه الحين هذا شو اصبري اهداف السنه الجديده الله اهداف السنه الجديده السنه الجايه اهم شيء بدي نحن كم الحين بس ما مش الحال يعني على ساعتين ثلاثه اهداف السنه 2019 وهول اهداف السنه هيدا لا السنه الجايه نحن بنقول هالسنه يعني بعد ساعتين نقول نحن بنقول ما صرنا احنا بعدنا يعني اذا كتبت رساله حبيبي بعد ساعتين انت بدك خلص قلت قطعت 2018 ساعتين ثلاثه انا هالسنه ساعتين خلي تطوف الساعتين ثلاثه على خير انت شو بدك هلا جاي لعندي احنا شو بدك شو بدك هلا بدك نحن بعد انا بسال سؤال شو بدك سؤال ايه؟ اذا انت طرشتي لي مسج من تليفونك ايه؟ بيني تاريخ 2019 ولا 2018 ما خلص تاريخ خلي 2018 بس هي اهداف السنه 2019 يعني هالسنة هلا يعني بعد ساعتين يعني ما خص لا أم هلا ولا بعد ساعتين يعني خلاص ما بقى بدي سنة سنتين ثلاثة ما بقى بدي أهداف كله ما بقى بدي هون خول ما تعمل شيء أنت أخذ أهدافك وطرشت شيئها من السنة الجاية إن شاء الله في حلقة سوايب اند كليك ما هي أفضل التطبيقات لعام 2018؟ كيف نتعامل مع رأس السنة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ استعراض أفضل ألعاب صدرت عام 2018 تعرفوا على أوزمو 2 وزيون ويبل جيمبل نستعرض أهم إصدارات الهواتف الذكية لسنة 2018 هل تعرفون أنه بإمكانكم تشغيل التطبيقات جنباً إلى جنب على أجهزة الأندرويد؟ البداية مع أخبار التكنولوجيا عملت شركة جوجل مع شركة الملابس ليفايس على إنتاج السترة الذكية ويتم تطوير السترة لتصبح أكثر ذكاءً يمكنك استخدام مدخلات اللمس للتحكم بالأشياء على هاتفك الذكي مثل عناصر التحكم بالموسيقى وملفات التنقل داخل خرائط جوجل. في وقت سابق من هذا العام قدمت منصة جاكورد حفنة من الوظائف الأخرى مثل دعم لتنبيهات مشاركة الركوب ووضع بن على خريطة جوجل مابس لحفظ المواقع. تكلفة السترة ليس بالكثير، سعرها تقريباً $350 أمريكي. بادت 3.5 أول جهاز لمراقبة النوم تطلقه أبل بعد استحواذها على شركة بادت في شهر أيار مايو 2017 يستطيع مستخدموه مراقبة نشاطاتهم المختلفة أثناء النوم مثل معدل ضربات القلب والتنفس والشخير بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في السرير ومدة النوم يقيس ويراقب وقت النوم الكلي للمستخدم يمكن الحصول على كافة تفاصيل النوم من خلال التطبيق الخاص بالجهاز ويتوفر لساعات أبل الذكية وهواتف آيفون يضع المستخدم الجهاز الذي يبلغ سمكه مليمترين تحت الملاءة ويسجل جميع تلك النشاطات عبر تطبيقه المثبت على ساعة أبل أو آيفون ويمكن للمستخدم الوصول إلى تلك البيانات عند الاستيقاظ من النوم بكل سهولة من خلال مراجعة التطبيق الذي يحتاج نسخة iOS 12 أو إحدى الإصدارات الأحدث عبد الله انت بتعرف قد ايه مدينه ابو ظبي بتعني لي وقد ايه بحبها وبلاقيها حلوه صح ايوه خبرون اخبرهم بان اليوم حلقتنا خاصه حلقه مميزه جدا وشيء لك انت ما تعرفينه شو انا بهذا الخصوص لانك انت تحبين ابو ظبي ما شفتي معلمها حجزت لنا جوله في الباص يس ثانك يو عبد الله يلا احنا متعودين بشكل عام بان ربما شركتين ثلاث هم المكتسحات سوق الموبايل في العالم بشكل عام بالتليفونات الجديده والافكار الجديده اللي ينزلونها
2018 جت وغيرت الفكره هذه تماما، لان شركات كثيره نافست ونزلت تليفونات قويه. خلينا نشوف في الفقره افضل موبايلز في 2018. بس يا بس يا عبد الله اكيب هاي تايم لابس هاي بنشوفها سوا. لقد انقضت الآن جميع عمليات إطلاق الهواتف الذكية الهامة، ومع اقترابنا من نهاية العام تنافست الشركات المصنعة للهواتف الذكية بإطلاق عدد من الأجهزة ذات المواصفات المبتكرة والمتطورة، فإن أفضل هواتف ذكية سيتم إدراجها في هذه الفقرة بترتيب عشوائي وليس من الأسوأ إلى الأفضل. سامسونج جالاكسي S9. زودت سامسونج هاتفها الذكي بمعالج كوالكوم سناب دراجون 845 8 نواة ومعالج سامسونج اكسينوس 9810 8 نواة في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا، وذلك مع وجود ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجا بايت. هواوي ميت 20 برو يدعم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية ليكا وجميعها ذات حساسية عالية للضوء، هذا إلى جانب عدسة إضافية مقربة بمقدورها التقاط الصور من مسافة 2.5 سنتيمتر وكاميرا أمامية بدقة 24 ميجا بيكسل. كذلك يدمج ميت 20 برو معالجاً خارقاً أسرع بمعدل ثانية من الأجهزة المطروحة في الأسواق، كما أنه أقل منها من ناحية استهلاك الطاقة. آيفون 10S يأتي الهاتف بشاشة عرض 5.8 بوصة، يعمل بنظام التشغيل iOS 12، هو مصنوع من الألومنيوم ويدعم بطاقة سم مزدوجة لأول مرة. يحمل آيفون XS تصميم الآيفون X لكن بحجم أكبر. جوجل بيكسل 3XL يأتي الهاتف بإطار مصنوع من الألومنيوم وواجهة وخلفية من الزجاج من نوع غوريلا جلاس 5 المقاوم للخدش والصدمات. يعمل بيكسل 3XL بنظام أندرويد 9.0 ويبلغ وزن الهاتف 184 جراماً. LG G7 ThinQ يتضمن شاشة عرض كاملة بالدقة QHD وهي قادرة على إظهار المحتوى بسطوع يصل إلى 1000 شمعة، ما يجعلها الشاشة الأكثر إشراقاً وحيوية بين شاشات الهواتف النقالة الذكية المتوفرة حالياً. يعمل LG G7 ThinQ بنظام التشغيل أندرويد 8.0 أوريو مع معالج كوالكوم سناب دراجون 845 وهو أقوى معالجات كوالكوم لعام 2018. سوني إكسبيريا XZ3 زود الهاتف بشاشة بالغة الدقة من طراز كواد HD وبكاميرا في الجهة الخلفية بدقة تصل إلى 19 ميجا بيكسل، كما تستطيع العدسة التقاط 960 إطاراً في الثانية. ون بلس 6T يأتي الهاتف بتصميم أنيق وبشاشة عرض من نوع أموليد قياس 6.41 إنشات، كما زود بكاميرتين الأولى بدقة 20 ميجا بيكسل بينما تأتي الثانية بدقة 16 ميجا بيكسل. في كل عام نرى ثورات جديدة وإبداعات جديدة من الشركات المصنعة للهواتف الذكية، والعام القادم لن يختلف بكل تأكيد. عبد الله مالي بدي فرجيك شغلة، بعرف إنه بركة ما بعرف قرفت من هالغنية ما سمعتها سمعوكي يا ولد، بس هي
شو دام انك قلتي غنية وعيالي بيبي شارك. بس عن جد هذا الفيديو كثير مهضوم، ضروري تشوفه بليز. لا ارجوك لا بليز بليز بليز. ما صدقت على اللي طلعت من مخي، ما صدقت على اللي طلعت من مخي. Baby chair. Explicit isn't included with Prime, but is available Alexa. With Amazon. Alexa, play baby shirt. Alexa, play baby shirt. Sure, baby, hold back by Say Anything on Amazon Music. Alexa, Alexa, play baby shirt. Here's a sample of Baby Shark. By Johnny Only on Amazon Music. Okay. Alexa, play Baby Shark. Baby Shark by Pink Floyd, starting now on Amazon Music. شهر تقعد شهر ولادك بيبصوا. غني 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 لوحده فقره مقطع واحد بليز. بيبي شارك أبس 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 صاروا بارت مهم جدا من حياتنا شو ما كنا بنشتغل. وأنا وعبدالله وأنتو شفنا السنة الماضية أبس كتير مهمين بسوايبين كليك، لذلك حضرنا تقرير عن أهم أبس نزلوا السنة الماضية سنة 2018. يعني فوت لك إياها أول مرة يوم قلتي السنة الماضية. خلاص بعدنا بعدها في 2018 خلص. فهمت علي ولا ما فهمت علي؟ فهمت أنت لما تبنتي خلص بقى 2018 ما خلصت بعدها سنة قبل. الله صبرني بس على هالسنة تعدي على خير. نتعرف في هذا التقرير على مجموعة رائعة من أفضل التطبيقات التي صدرت أو تم تحديثها عام 2018 والتي أذهلت المستخدمين بخدماتها وجودة تصميمها وسهولة الاستخدام فيها. ADM Downloader، تطبيق لتحميل الملفات. اسم التطبيق كما هو Advanced Download Manager. يتيح لك التطبيق تحميل الملفات التي تريد من جميع المواقع بسرعة عالية. فإن كنت من الأشخاص الذين يحملون الملفات وبشراهة، فهذا التطبيق سيساعدك على إشباع شراهتك بتنظيم التحميلات، جدولتها والعديد من الخصائص التحميلية الأخرى. فيستيون، تطبيق مخصص لالتقاط صور السيلفي وتعديلها. يتيح لك هذا التطبيق التقاط صور سيلفي أو إدراج صور في التطبيق والتعديل عليها بشتى الأنواع. يمكنك تلطيف الوجه أو إضافة تحسينات عليه، إزالة الشوائب من الصورة وإضافة فلاتر وغيرها من الخواص الأخرى التي يتمتع بها التطبيق وتميزه عن غيره من التطبيقات المماثلة. فلكسي، تطبيق كيبورد ولوحة مفاتيح احترافي. فبعد تنصيب التطبيق في جهازك الذكي سيتيح لك إمكانية استخدام لوحة مفاتيح احترافية في هاتفك. يمكنك إرسال إيموجي، البحث عن صور متحركة GIF وتعديل الكيبورد الخاصة بك كما تريد. فوكسيت بيزنس، تطبيق جيد للتعامل مع ملفات البي دي اف. يعمد إلى توفير منصة كاملة للاستخدام الاحترافي لملفات البي دي اف، ويتضمن ذلك مشاهدة ملفات بي دي اف باستخدام البرنامج، التعديل عليها، كتابتها. يدعم التاب فيو مما يسمح لك بالاطلاع على أكثر من ملف دفعة واحدة. فورست،
سيمكنك أخيراً التغلب على إدمانك على الهاتف. يأتي تطبيق فورست بفكرة غريبة قليلاً. يقوم التطبيق بتقديم شجرة بسيطة على غرسها إلكترونياً. إذا غرست من التطبيق لغرض تصفح الفيسبوك أو موقع آخر، تموت الشجرة. المطلوب هنا هو الابتعاد عن هوسك بالهاتف ومراقبة الشجرة تنمو بينما تقوم بأعمال أخرى. سناب تيوب واحد من أكثر التطبيقات شهرة. يستطيع التطبيق تحميل الموسيقى والفيديوهات من اليوتيوب. التطبيق غير متوفر في المتجر، لكنه ورغم ذلك يبقى واحداً من أشهر التطبيقات الخاصة بتحميل الفيديوهات من على منصات مختلفة شهرة واستخداماً. عبد الله وصلنا على جامع الشيخ زايد وانا كثير عم انزل اشوفه. ما شفتي قبل؟ ولا مره. نزل ناخذ بريك؟ ناخذ بريك عشان ننزل ناخذ جولتنا ونرجع. رائع عن جد مسجد الشيخ زايد فعلا، يعني لازم تجوا تزوروه اذا عندكم مجي على ابو ظبي. شو نعمل؟ كمل جوله، كمل الحلقه. يلا اي شخص مهتم بالالعاب في 2018 كان بالنسبه له يعني اكتشاف، لانه على اي بلاتفورم موجود. الالعاب اللي نزلت في 2018 كانت جنونيه. احنا نتكلم عن العاب رجعت من بعد 11 سنه، شادوز اوف ذا كلوسس، ردد ريدمشن، كريتوس، جود اوف وار، كريتوس الحين يعني منو يتخيل انه بيرجع لنا بانه ضعيف كبير مش قادر. انيويز بخل بس تشوفوا انتم افضل العاب نزلت في 2018. العام 2018 كان عام ألعاب الفيديو بامتياز، إذ حققت العديد من ألعاب الفيديو نجاحاً باهراً في جميع أنحاء العالم وعلى مختلف منصات الألعاب، بدءاً من أجهزة الكمبيوتر ومنصات الألعاب كبلاي ستيشن ونينتندو وإكس بوكس وصولاً إلى الهواتف الذكية. سنستعرض معكم أبرز الألعاب التي صدرت عام 2018. استطاعت لعبة ببجي في شهور قليلة أن تتجاوز غيرها من ألعاب الفيديو في فئتها من حيث أعداد اللاعبين، كما أنها أحدثت ضجة غير مسبوقة بسبب هوس اللاعبين بها ولميزاتها التفاعلية، حتى أن عدة مؤسسات رسمية في بعض البلدان حذرت منها بعد أن ظهرت عدة حالات طلاق تسببت فيها اللعبة التي تجاوز عدد مستخدميها 400 مليون من حول العالم. نسخة عام 2018 من اللعبة الشهيرة سبايدر مان تختلف عن كل النسخ السابقة، حيث في غضون ثوان قليلة من انطلاق اللعبة ترتدي العنكبوت الخاص بك وتتنقل من مبنى إلى آخر. صممت اللعبة بقدرات هائلة لسبايدر مان هذه المرة خلال دوره القتالي في اللعبة، حيث جاءت المعارك والمهمات أعمق بكثير مما نتصور. تدور أحداث اللعبة في مدينة نيويورك الأمريكية، استكشاف عالمها من ناطحات السحاب وكأنك موجود في المدينة الحقيقية بالفعل. ستجد نفسك مع البطل الخارق في أجواء المدينة وأحيائها وميادينها الشهيرة، وخصوصاً تايم سكوير الشهيرة. أما اللعبة القتالية فار كراي 5 فتتطلب مهارات كبيرة منك للبقاء على قيد الحياة ومواصلة مهماتك القتالية من أجل الانتقام من الأعداء. ورغم أنها لا تبدو مألوفة للبعض، إلا أنها لم تفقد أياً من سحرها الخاص بها. Red Dead Redemption 2 هي من أكثر الألعاب التي انتظرها عشاق الألعاب عام 2018. اللعبة من تطوير روكستار التي أثبتت قدرتها على تقديم الأفضل بعد إطلاقها للسلسلة الشهيرة Grand Theft Auto. Red Dead Redemption متقنة من جميع النواحي، قصة مترابطة، أداء وحركات واقعية، إضافة إلى المشاهد الخلابة والرائعة.
يتم اعتبارها واحدة من أفضل ألعاب العالم المفتوح إن لم تكن الأفضل، حيث يتقمص اللاعب شخصية رجل فار من قبضة العدالة ويبقى مطارداً بخطايا ماضيه. وخلال اللعب ستصادف الكثير من الشخصيات وستجري معهم الكثير من الحوارات الطويلة، وهو أمر عودتنا عليه الشركة سابقاً في لعبة Grand Theft Auto. كما أنك ستصادق أفراداً لتخوض معهم الكثير من الأحداث والنزاعات في مغامرة في قلب أمريكا. لعبة Assassin's Creed Odyssey تعتبر من أنجح ألعاب هذا العام، فمع وجود العديد من المدن اليونانية لاستكشافها، فإن Odyssey هي واحدة من أكبر ألعاب العالم المفتوح على الإطلاق، وهي تمزج بين الخيال التاريخي والعناصر الأسطورية على مدار قصة طويلة تمتد على مدى 30 ساعة. اللعبة متاحة على أجهزة بلاي ستيشن 4 وأكس بوكس 1 وأجهزة الكمبيوتر. إذا كنت تشعر بالملل من لعبة فورتنايت ولا ترغب في خوض مغامرة ببجي، فإن أفضل لعبة يمكن أن تلعبها هي COD، الاسم المختصر لكول أوف ديوتي، والتي تحمل عنوان بلاك أوبس 4. قام مطور اللعبة بتجديد الصيغة في عام 2016 لتعطي اللاعبين المزيد من الحرية أكثر من أي وقت مضى، وقد تم إضافة مناطق أكثر لتوفير طرقاً من أجل إنزال الهدف. هناك مجموعة من التفاصيل الصغيرة التي تؤثر بشكل كبير على طريقة لعبك. الجزء 15 في السلسلة بلاك أوبس 4 يضيف طور بلاك أوت ويتخلى عن طور القصة التقليدي. تميزت سلسلة كول أوف ديوتي بسرعة وسلاسة اللعب بها، بالإضافة إلى سهولة التحكم، وتعتبر السلسلة من أضخم سلسلات الألعاب في العالم. تقع أحداثها في فترة ما بين بلاك أوبس 2 وبلاك أوبس 3. God of War. بالطبع لا نمر بقائمة ألعاب دون ذكر هذه اللعبة الرائعة. يرسل كريتوس في مهمة جديدة مع ابنه أتريوس، حيث قتلت زوجة كريتوس ووالدة أتريوس، وتبعاً لرغبتها نثر رمادها من على قمة أعلى الجبل. مع قصة عوالمها المختلفة وتصميم اللعبة المميز، تصدرت لعبة God of War فئة ألعاب المغامرة والأكشن. يمكنك التحكم في طريقة قتالك مع قدرات قتالية غير محدودة، ومع قدرتك للشفاء الذاتي يمكنك المضي في محاربة أعدائك في طريقك لتحقيق هدفك. عبد الله، شو عامل على السلم؟ ما في بلان معين يعني. أنا رح أكون مع عائلتك. أغلب الظني بكون مع الأهلي. طيب ليك محضر شي بوست تحطه بمناسبة ليلة رأس السنة؟ يعني الأسبوع كله مساكين، في عندك خطة معينة؟ لأنه بتعرف إنه الناس بهالفترة كلها مفرسة، ناس مشغولة بعيالها بأصحابها بمشاريعهم، فأترك دي أتنشن أو لتلفت لأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي بهالفترة كتير صعب. فعبد الله خلينا نبلش حسألك سؤال. انا اذا كنت انستغرام ستور او شركه او بيرسونال بلوج، خلينا نحكي اثنيناتهم، خلينا نفكر انا وياك ونقول للمشاهدين شو معقول تكون المواضيع اللي بتجذب العالم وبدها تاتراكت اتنشن على مواقع التواصل الاجتماعي بهالفتره. اذا انا كنت ببيع برودكت معينه، اذا كنت ابيع عروض، عروض اكيد عروض، عشان احاول اني استقطب اكبر عدد من الناس، عروض او هدايا، او حتى اذا كنت بيرسونال بلوج عم تشتغلوا مع ماركت معينه بهالفترة، فيكن تجذبوا العالم قد ما فيكن تقدموا عروض وهدايا، لأنه بهالفترة العالم كلها بيكون الاتنشن تبعها هالمواضيع. صح. شغلتين تانيين عبد الله كثير مهمين وهن أكثر عاطفيات أو ايموشنال بيقربوا إن كان الشركة أو بيرسونال بلوج للعالم تبعهم، شو هن؟ وبنصحكم تعملوهم. أول وحدة تعملوا ليست عن الأشياء اللي حققتوها خلال السنة اللي مضت، تعملوا فيديو أو بوست معين بتشاركوا فيه متابعينكم شو هن النقاط اللي كان بدكم تحققوها بأول سنة وحققتوها. هيدا الشيء بيعطيهم إلهام، بيعطيهم تعلق عاطفي فيكم. السنة هذا الشيء إن شاء الله بسويه، اللي هو الهايلايتس أوف 2018، شو أهم الأشياء اللي صارت في 2018 اللي كان لها أثر اللي عند لي، أو بشكل عام يعني سمب عن السنة كاملة. بعد في شغلة واحدة اللي هي فكر فيها مزبوط، كنت عم بعملها قبل شوي وما كنت عم تخليني أعملها. شوي لائحة الأهداف اللي بدكم تعملون بالسنة الجاية.
كثير مهمة، ما تسمعوا من عبد الله، اعملوها وشاركوها مع متابعينكم، وبتشوفوا الانجيجمنت اللي رح يجيكم على مواقع التواصل الاجتماعي. أنا ما أتكلم عن مسألة إن الواحد ما يحط أهداف في رأس السنة، بالعكس جميل إنه يحط له أهداف ويحط له يعني مثل نقطة يحاسب فيها نفسه ويراجع فيها نفسه. لكن اختلف مع مساله ان الواحد يسوي هالشغله هذه مره واحده في السنه. ليش على راس السنه بس؟ ليش مو بكل ثلاث شهور اسويها مره؟ هو دافع اكثر، هيدا نهار دافع اكثر، كل العالم معودين نعمله، اتليست نعمله، في ناس ما بيعملوا ولا مره لاهداف في حياتهم. بقى معلش اشرح لنا اياها باول السنه هيدي. شكرا عبد الله، خلصت فقرتنا، اعملهم تجيبوا اعلى نسبه متابعه بهالفتره على مواقع التواصل الاجتماعي. بما ان الوعي زاد تجاه يعني الطاقه النظيفه والجرين تكنولوجي والتكنولوجيا النظيفه ايضا، صار في اشياء كثيره في 2018. فبما ان هذا اخر تقرير في سنه 2018 اللي بعدها ما خلصت، خلوني اخبركم واخبرك بعد عن المجدل بلانت لايت. اوكي عبد الله. هل سبق وسمعت بمصابيح صديقة للبيئة؟ فهذه المصابيح تنمو بداخلها النباتات ولا تحتاج إلى ماء أو شمس، وهي مخصصة للأماكن التي لا يدخلها الضوء. وصممت هذه المصابيح التي أطلق عليها اسم ميجدل بلانت لامب بشكل قالب زجاجي منتفخ ومزود بضوء الـ LED كبديل لأشعة الشمس من أجل نمو النباتات الخضراء بشكل طبيعي دون تضررها. ولا يوجد كابلات أو أسلاك موصلة بين مصدر الطاقة وضوء الـ LED. وهناك نموذجين مختلفين من القوالب، وتمنح المصابيح الزجاجية المزدهرة بالنباتات الخضراء شعوراً بالسعادة والراحة، وتوفر نظاماً بيئياً مستداماً يسمح بنمو النباتات لسنوات دون أن تتأثر سلباً. بالنسبة حق سنة 2018 وايد يعني أجهزة إلكترونية نزلت بشكل كبير جداً، شيء منها كان مكسر الدنيا وشيء منها نزل وما عرفنا. طبعاً منها الكمبيوترات، منها التليفونات، منها أشياء كثيرة. في الفقرة بنذكر نفسنا، بنذكركم بشيء من أهم هذه المنتجات اللي نزلت. سنعرض عليك اليوم 5 أجهزة تكنولوجيا صدرت عام 2018 وحققت نجاحاً كبيراً وتطوراً ملحوظاً خلال هذا العام. نبدأ مع المرتبة الخامسة، مع جهاز أمازون إيكو من أمازون، وهو عبارة عن مكبر صوت داخل المنزل يتلقى الأوامر الصوتية عن طريق التقنيات اللاسلكية مثل بلوتوث وواي فاي للقيام ببعض المهام التي يطلبها منه الأشخاص مثل ضبط المنبه أو التذكير بمواعيد ما أو إجابة على أسئلة معينة موجودة بالفعل على شبكة الإنترنت يذهب للبحث عنها. يقوم الجهاز مع الوقت بحفظ لهجتك وعاداتك في الكلام بصورة تدريجية، وبذلك يقوم بتطوير وتحسين نفسه مع الوقت. أما المرتبة الرابعة، تحتلها كاميرا نيكون D850 كاملة الإطار، والتي تتميز بمميزاتها المتعددة إلى جانب سرعة الأداء. وغالباً ما كان عليك اختيار واحد من بين القوة أو السرعة أو السعر، لكن كاميرا نيكون D850 تمنحك القوة والسرعة معاً، وهي تعتبر أول كاميرا DSLR كاملة الإطار من نيكون. للاستفادة من الإضاءة الخلفية ومستشعر 45.7 ميجا بيكسل، وتأتي الكاميرا بمدى ISO ما بين 64 إلى 25600، والذي يمكن أن يصل إلى 32 في أدنى مستوى و 10240 في أعلى مستوى. وتوضح نيكون أن الكاميرا يمكنها التقاط الصور بمعدل 7 إطارات في الثانية حتى بدقة 4K UHD كاملة، ويمكن أن تقوم بالتقاط الصور بمعدل 9 إطارات في الثانية. إذا قمت بتركيب مقبض البطارية MBD18 الاختياري وبطارية ENEL18AB. وتحتوي الكاميرا أيضاً على شاشة لمسية LCD مقاس 3.2 بوصة قابلة للإمالة، دعم مدمج للواي فاي والبلوتوث، مكان لشريحتين SD و XQD.
المرتبة الثالثة تحتلها أبل ووتش سيريز 4 المحدثة، وأعيد تصميم الجيل الرابع من ساعة أبل ووتش مع الحفاظ على تصميمها الأسطوري. الشاشة أكبر بما يتجاوز 30% من السابقة، وتتناسب بسلاسة مع تصميم الإطار النحيف والصغير، في حين توفر الواجهة الجديدة معلومات أكثر بتفاصيل أغنى، وهي متوفرة بمقاسين 40 ملم و 44 ملم مع مكبر صوت أعلى بنسبة 50%، وتم تحسينه للمكالمات الهاتفية وسيري، وتم نقل الميكروفون إلى الجهة المقابلة لتقليل صدى الصوت وتوفير صوت أكثر وضوحاً. تتيح أبل ووتش سيريز 4 للمستخدمين قراءة تخطيط القلب من المعصم مباشرة، ويمكن تخزين جميع التسجيلات والتصنيفات المرتبطة بها وأي أعراض بتطبيق الصحة في ملف بتنسيق PDF يمكن مشاركته مع الأطباء. المرتبة الثانية يحتلها لابتوب هواوي ميت بوك إكس برو. هيكله الخارجي مصنوع من المعدن وبملمس رائع وبلونين الفضي والرمادي. أما حجم الشاشة فهو بقياس 13.9 إنش بنسبة 91% من الواجهة، وتم وضع الكاميرا داخل لوحة المفاتيح بطريقة مبتكرة تضمن الخصوصية بدون الحاجة لتغطيتها بالملصقات. هناك نسختين للهواوي ميت بوك إكس برو، الأولى بمعالج إنتل i5 الجيل الثامن أمام النسخة الثانية بمعالج إنتل i7 الجيل الثامن، وكأداء فهو يقدم أداء جداً رائع ومناسب لتحرير الصور والفيديوهات، وأيضاً مناسب للألعاب بأداء متوسط. أما من ناحية البطارية فهي تكفي حتى 12 ساعة تقريباً. أما المرتبة الأولى فيحتلها تلفاز سامسونج Q9 FN QLED، ويمتاز تلفاز QLED بتقنية كوانتوم دوت المبتكرة التي تنبض معها الألوان بإشراقة مبهرة، فسيمكنك من مشاهدة كل تفصيل صغير واختبار الجودة العالية للصورة. وبفضل التصاق الصورة على الشاشة ستستمتع بالعرض الفائق الوضوح الذي تتيحه تكنولوجيا HD لتلفزيونات QLED. يمنحك طراز Q9F حجم لون يصل إلى 100%، مما يعني أنه يوسع نطاق الألوان الغنية الدقيقة التفصيلية التي يمكنك مشاهدتها على شاشة التلفزيون، خصوصاً وأنه يتضمن أكثر من مليار لون. تي موبايل جوان هو أول جهاز تليفون حامل لأندرويد أطلق بالعالم، وأطلقته شركة HTC Dream بسبتمبر 2008 وعرضته للمستهلكين بأكتوبر من نفس السنة. الكاميرا كانت 3.15 ميجا بيكسل والميموري 256 ميجا بايت. ومع أنه كانوا متوقعين يلاقي نجاح كتير كبير، إنما ما لقى هيدا النجاح لأنه بوقتها أب ستور كانت مسيطرة وما كان في كتير أبليكيشنز على جوجل بلاي. كم يبالك وقت؟ سنتيا انتي كم يبالك وقت؟ تمام بيرفكت. لا مو بعشان شيء، عندي فقرة الهوبي تك بخلصها وبيج. بلاقيك عند الباص. يلا باي. في فقرة الهوبي تك اليوم يبنى لكم بعض الجادجت والأجهزة والأشياء اللي ممكن تستخدمها داخل السيارة. تعالوا وياي. من هذه الاشياء اللي ممكن الواحد يستفيد منها ويستخدمها، طبعا في شيء اسمه هيوميديفاير وفي نفس الوقت ملطف جو. بكل بساطه المكيف يطلع هواء وايد ناشف، فهذا مجرد ما نحط فيه ماي ونحط فيه ملطف الجو بس بكميه قليله جدا، اظن كفايه. تمام حطينا في هذا الحينه، فالحين صار عندنا الماي وبعد في ريحه يلطف الجو وفي نفس الوقت يسوي شويه نوع من الرطوبه، ولكن الرطوبه اللي تريح النفس اكثر ما انها تكون مزعجه. طريقه انها تشتغل بكل بساطه نحطها على الهذا وهي تشتغل تلقائيا، يتم شغال لمده ساعتين وبعدها يبند اوتوماتيكلي. فهذا شيء جميل من الاشياء اللي مفيده حق السياره، خصوصا اذا كنت من النوع اللي وايد متعود على المكيف.
من الاشياء المهمه والضروريه اللي صراحه بالنسبه لي كانت ترايل اند ايرور، يعني كنت اخذ واجرب لين حصلت الشيء اللي يناسبني اكثر شيء، هو الستاند مال التليفون داخل السياره. في اكثر من نوع ولكن اخترت اني اخبركم عن هذا النوع تحديدا. مثل ما تشوفون عندي هذا بعد واضح معاكم غيره، ولكن في ناس ما تفضل ان يكون في شيء قدامها وتسوق عشان ما يلهي نظرهم باي شكل من الاشكال. هذا الحلو فيه اكثر من شيء، بدايه ماجنتك فما يبغى له شيء، مجرد ما نحط احنا البليت الحديد اللي موجوده تي معادله اللي نحطها في التليفون سواء تلزقها او تحطها تحت الكفر ممكن انك تستخدمها دايركتلي. هذا يتحرك الراس باي شكل من الاشكال علشان توجه التليفون لاي زاويه انت تبغيها. الحلو بان هذا بضغطه ممكن انه يتوسع اللوك ماله على فتحه المكيف، واوريدي حاطين لك داخل بطانه مثل السفنج علشان ما يشمخ السياره بشكل عام. فمجرد ما اني انا احطه مكانه سواء كان على اي من هالاربع مكيفات او حتى ورا، مجرد ما انك يا اما تلصقها على التليفون من ورا او مثل ما انا مسوي لاني ما احب الصقها على تليفوني حاطنها تحت الكفر، صار عندي ستاند حق التليفون. وما ابغي ارد اعيد وازيد واقول لكم هذا الكلام، ولكن ضروري جدا ان اثناء القياده تركز على الشارع وما تشغل نفسك بالتليفون. هذه من الحلول اللي تسهل عليك هذه الشغله. من الاشياء الضروريه والمهمه تكون عندنا طبعا الباور بانك، واتوقع اقل واحد منا عندنا اثنين اقل شيء من الباور بانك سواء كان في السياره في البيت في المكتب او في اي مكان، لان استخدامهم جدا عملي وجدا مناسب. بس شو اللي يميز هالباور بانك؟ بدايه القوه اللي فيها جدا عاليه، فتقدر تشارج تليفون اكثر من مره، نقدر نشارج ثلاث اجهزه في وقت واحد، هذه شغله جميله. عندنا بعد اذا كنا نبغي اضاءه ممكن نستخدم الليت اذا كنا مثلا طالعين في بر. كل المعلومات اللي قلت لكم اياها ممكن تسالوني عبد الله شو علاقه هذا في السياره، ولكن هذا خصيصا ممكن اني اشرج السياره او جمب ستارت السياره من خلاله. معاه في الشنطه يجينا الكيبل هذا مال البتري، اذا كان البتري مش مفضي تماما بس اذا كان ضعيف بمجرد ما اني انا اشبك الوايرات هذه في الجهاز صار بامكاني اني اركب هذيلا على البتري وتشتغل السياره اذا كان البتري ضعيف ما كان خفيف. فلوقت الضروره شيء مثل هذا ممكن يساعدنا. من الاشياء بعد اللي ممكن نستخدمها في السياره ممكن تنفعنا وتفي بالغرض خصوصا في وقت اللحظات الحرجه، ولكن راح احتاج اني انزل من السياره عشان اراويكم اياها. ليش يا عبد الله جبتنا هني؟ ليش فتحت البنيت؟ ليش هذا كله؟ بكل بساطة وبكل سهولة هذا الجهاز نستخدمه على بطارية السيارة. مجرد ما اني اركب الكيبل هذا هني واوصل الوايرات هذه بالبطارية مال السيارة صار عندي بمب متنقل يشتغل على هالماكينة هذه، اقدر انفخ تواير سيارتي او اقدر اساعد اي حد اباه. فالجهاز معاه كيبل كبير يوصل لاي تاير من تواير السيارة، اركب هذا على البتري يا اما انفخ هالتاير او تاير اللي وراه او حتى يوصل اني اقدر الف ورا السياره سواء كان ابغي استخدمه حق سيارتي او حق سياره ثانيه. هذا الجهاز راح يوفر علينا وايد وايد وقت. ها سنتيا انا خلصت، اعطيني 10 دقائق بالضبط بكون عندك. يلا باي. practical tip او نصيحه عمليه جدا لمستعملي اندرويد، اذا مثلا بدكم تفتحوا فيسبوك وانستغرام بذات الوقت مش ضروري بقى بس تفتحوا اب وتسكروها ترجعوا تفتحوا الثاني، صار فيكم تفتحوا اثنين على سكرين وحده بذات الوقت. رح اقول لكم كيف. تكبسوا على الاوفر فيو بتن وبتضلوا كابسين، تفتح الاب يلي كنتوا فاتحينها على نص الشاشه، اما النص الثاني فبيكون في منيو الابس الباقيين، فيكم تختاروا الاب الثاني يلي بدكم تفتحوها على النص الثاني تبع الشاشه. نصيحة تانية كمان بدي أخبركم عنها، إذا مثلاً بدكم تنقلوا بين آب وآب، مش ضروري بقى تفقصوا على الأوفرفيو بتن، تفتحوا كل الآبس وتختاروا الآب اللي بدكم تفوتوا عليها، صار فيكم تتنقلوا بين اثنين آب الأخرانيات اللي مفتوحين بكبسة واحدة يلي هي الأوفرفيو بتن مرتين. هيدي نصيحتي لإلكم. عبد الله صراحة أبو ظبي إز إمبرسيف،
يعني نحن جايين صحيح جايين قبل بس هاي البرمه بالدور شفنا قصص غير 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 مش معقول شو حلوه هالمدينه اي سوير صورتي طلع معك شيء انا بيرست كثير حلو بس عم ننزل شوي يعني انا بدي ننزل نمشي شوي او يعني تكون كاميرا شوي ثابته اكثر شو رايك خلص بس انت اعطيتيني فكره جميله جدا شو بننزل لكن بعطيك حل حق هذا الموضوع فمنها نتكلم ونعرف الناس على شيء هلا تنسوين ولا لا مش موجوده انت قاعده إذا كنت من عشاق التصوير ويهمك بأن الكواليتي مال الفيديوهات عندك تطلع بشكل سينمائي فقرة وجها لوجه اليوم بتهمك لأننا راح نتكلم عن الجيمبل سواء كنت تصور بالموبايل أو تصور بالكاميرا. الحين من الأشياء الحلوة اللي نقدر نسويها بالجيمبل بأنه راح يثبت لنا الحركة يعني إذا كنا قاعدين نركض قاعدين نمشي بسرعة إذا كنا نحتاج أن نلحق على الحركة مثل ما كان يصير معنا هني وصديقنا وسام اللي ساعدنا في الحركات اللي سواها الجيمبل ثبت لي الحركة ثبت لي الصورة يعني إذا كنت أنا قاعد أمشي بسرعة أو حتى قاعد أركض تطلع الصورة ثابتة وعلى فكرة نفس الجيمبل اللي أنا قاعد أتكلم عنه موجود هني على الكاميرا يعني إذا خذنا حين خذ الجيمبل مالي صغيروني انا باخذ العود الحين هذا مثل ما انتم شايفين على الكاميرا موجوده هي على الجيمبل بس حتى بغض النظر عن الركضه والحركات كلها بعدها الصوره ثابته الحين من الشغلات اللي تميز الاوزمو 2 هي خاصيه التراكينج مثل ما انتم شايفين انا حاط الكاميرا على الستاند ولكن من الفيس ريكوجنيشن اللي فيها ممكن نتسوي تراك حق الحركه وهالشيء بينفعني اذا كان ما في حد معاي عشان يساعدني في التصوير من الاشياء الاضافيه والمميزه اللي في الاوزمو 2 بان الاوزمو 1 كانت تشتغل على بطاريه ريموفبل باتري اما الثانيه ما فيها ريموفبل باتري فصارت تعطيني عمر اطول اضافه الى ان تقدر من الجهاز دايركتلي تشحن اي جهاز ثاني تبغي سواء كان تليفون او غيره من الاجهزه الحين من الشغلات الثانيه اللي موجوده عندنا او اللي تعطينا اياها الاوزمو 2 بان في شيء اسمه الموشن لابس الحين بارويكم كيف الموشن لابس يشتغل ممكن نختار نقطة A أو نقطة البداية تكون من هني مثلا وبعدين أحول على النقطة الثانية الثالثة فلما نختار نحن هالثلاث نقط هذه وأقول حق الكاميرا بلشي فالحين سيفنا الحركات اللي نبغيها راح تبدأ الكاميرا تتحرك بالاتجاهات اللي سجلناها فيها اولا فوق بعدين تنزل وبعدها تلف يمين اما بالنسبه للتصوير البروفيشنال الجيمبل اللي يتحمل الكاميرا راح يعطينا كواليتي وايد زين ولهذا السبب الفقره اليوم كامله بتكون على هذا الجيمبل نفسه تكلمنا عن بعض الأشياء اللي ممكن نستفيد منها بالأوزمو ولكن هذا ما يعني بأن هذه الحركات تقدر تسويها بالتليفون وما تقدر تسويها بالكاميرا الزيون ويبل لاب اللي موجود عندنا اللي نقدر نستخدم عليه أي كاميرا ميرلس أيضا ممكن يقدم لنا بعض من هذه الحركات على سبيل المثال الفورتكس مود في دقمة هني اسمها POV ضغطنا عليها مرتين تدخل الفورتكس مود واللي هو نصور هالصورة هذه وتم تلف ويلف الفريم هذا كله هذا يعطينا حركة جميلة جدا هذه أيضا عندنا قدام هني تريجر إذا ضغطنا عليه مرتين يرجع الكاميرا إلى مكانها وضغطنا عليه ثلاث مرات يحول الكاميرا على السيلفي مود الناس اللي متعودة على الجيمبلز أو اللي شافت جيمبلز قبل بتعرف أو بتلاحظ بأن حجم هذا الجيمبل اللي هو زيون ويبل لاب أصغر من الجيمبلز العاديات لسبب واحد بسيط أنه إذا شلينا الريل هذه من هني وحطينا عنا القطعة ركبناها فوق متأكد أركبها صح صار عنا حجم بسيط وسهل جدا الاستخدام حق اللو أنجل
اللي احنا حبينا نخبركم اياه بان القنبل ضروري جدا ويسهل عليك اشياء كثيره وعندك اياه تستخدمه سواء كان على كاميرا او على تليفون. وصلنا هابي نيو يير. شو على القليل اقولها هلا باخر الحلقه على القليل لك من اول ها وقول لهم اياها. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. خلصنا تفضلي فينا نمشي.